ام يوسف، اتفضلي يا ام يوسف. السلام عليكم. اهلا بيكي يا ام يوسف. لو سمحت، انا ابني عندي 3 سنين تمام. بقاله يعني يومين كده مبطل اكل ومش بياكل كويس. تمام. بس هو من 3 شهور كده كان عنده الفيروس ايه الصفرة. في ترجيع؟ طيب لا مفيش ترجيع، مفيش طيب ترجيع. رافض الاكل بس لون البراز بتاعه غامق على فكره. طيب طبعا انت عندك فوبيا من الفيروس ايه تاني مش كده؟ طيب ماشي، بس مفيش اي اعراض تانية؟ مفيش ترجيع؟ مفيش لون البول مش متغير؟ لا البول لا، بس البراز طيب. غني على فاتح وبياكل، بس بديله كالسيوم وبديله ده فاتح الشاي. طيب ماشي حاضر. في طفل جديد ولا حاجة اتولد؟ لا. طب انت حامل؟ لا. طيب ماشي، شكرا لاتصالك يا ام يوسف. بص يا ام يوسف، طفل 3 سنين ونص جاله من كام شهر كده جاله فيروس الف. فيروس الف ده من ضمن الحاجات النكد اللي بتيجي للعيال، تخلي العيال يمنع الاكل ويرجع يرجع يرجع، وبعد 3 4 ايام تبدا عينيه تصفر واللون البول يبقى غامق لون الشاي. الام الطفل ده جاله هذه الاعراض من 3 شهور. الام طبعا قلقانه، جالها فوبيا لاحسن ايه الواد ما كلش دلوقتي، لاحسن يكون داخل في فيروس ايه تاني. فيروس ايه على فكره لما يجي ما بيديش مناعه مطلقه، يعني ممكن يجي مره واثنين وثلاثه، ما بيديش مناعه مطلقه للاطفال. اهم حاجه في الوقايه من فيروس ايه النظافه، ان انا ادي للعيل ميه سبق غليها، وما ادهوش حاجات من الشارع، حاجات ملوثه ولا حاجه، لان العدوى بتاعت فيروس الف دي عن طريق التلوث عن طريق الاكل. فاهم حاجه النظافه الشخصيه، النظافه الشخصيه ان انا اعقم الحاجه، اغلي الميه، ما اكلش حاجه من الشارع علشان احمي العيال. طيب الطفل ده منع الرضاعه، منع الاكل، تعملي ايه؟ وتندسيه. لاحظي العيل ده مش محتاج منك حاجه اكتر تاني، ان شاء الله 99% ما عندوش حاجه، لكن انت تلاحظي ايه؟ تلاحظي ايه العيل ده؟ اولا ما تضغطيش عليه في الاكل عشان ما يرجعش، وتديله سوائل زي ما انت عامله. ممكن ايه شويه مثلا شوربه خضار، شويه شوربه لسان عصفور، سوائل سفن وسبرايت، وتلاحظي العيل، ولا تديش فيتامين عشان ما يرجعش. تلاحظي العيل ده لون البراز اللي انت بتقوليه ده في الفيروس الف، لون البراز بيبقى فاتح مش غامق، فما تقلقيش، عشان كده بقول لك اطمني. لكن لاحظي اللون ايه، لاحظي في ترجيع ولا ما فيش، منع الاكل ولا مش منع، هو مانع، شوفيه هيرجع ولا لا، وشوف اللون البول، لاحظيه لمده 48 ساعه، لو لون البول غير بقى لون غامق زي الشاي، يبقى ممكن يبقى عنده ارتداد لفيروس الف للعدوى تاني، دي احتماليتها 1%، لكن 99% ان شاء الله ما فيش حاجه. كل اللي تعمليه، ما فيش حاجه هتعمليها ولا دواء هتديه ولا حاجه، يعني ما فيش حاجه لو عيل جاي له فيروس الف اديله دواء يمنع، ما فيش حاجه كده اسمها كده، مش ما فيش عندي، ما فيش في الدنيا. فانت تعملي ايه؟ وتندسيه، تلاحظي العيل اكل مسلوق سوائل، ولاحظ الترجيع ولون البول بيغير ولا ما بيغيرش ان شاء الله، وظننا في الله كويس ان الطفل ده ما يكونش عنده ارتداد لفيروس الف، لان دي احتماليه اقل من 1%، ان شاء الله ما تطلعش.